امبارح في احتفاليه الندوه التثقيفيه ل40 القوات المسلحه، سياده الرئيس كرم عدد من ابطال حرب اكتوبر المجيده، واللي من ضمن المكرمين كان المراسل العسكري البطل الاستاذ عبده مباشر، واللي شهد كمان وكتب عن نصر اكتوبر 73. طبعا خلينا نرحب معانا على التليفون استاذ عبده مباشر، بيكلمنا عن ذكرياته وتجربته في الفتره المهمه دي. اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل. اهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك بالف صحه وخير يا رب. كل سنه وانت طيب يا فندم. احنا قبل ما نتكلم عن يعني مشاعرك من تكريم امبارح، لو تكلمنا عن ذكرياتك في التوثيق لهذه الحرب. يعني مثلا لو وقفنا بعد معركة 67، كانت سينا احتل، كانت القوات الإسرائيلية احتلت كل سينا. ككاتب يبقى دوري ان انا اكتب عن الاحتلال وان انا انشر الامل وارفع مستوى الوعي وابشر بالنصر. انما هل ده بالنسبه لي كان كفايه؟ لا، ما كانش كفايه. عشان كده رحت اتطوعت كفدائي تحت قياده ابراهيم الرفاعي كمتطوع مدني. فرقه 39. والمجموعه 39، وشاركت في القتال خلف خطوط العدو، لان الكتابه وحدها ما كانتش تكفيني، انا عاوز العمل. يعني الكلام شيء والعمل شيء، فانا كنت عاوز اعمل حاجه إيجابية لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقتلت تحت قيادة إبراهيم الرفاعي طوال معارك الاستنزاف. دي كانت المرحلة الأولى إن أنا بأشارك في القتال كفدائي. المرحلة الثانية معركة أكتوبر 73، بتحول من محرر عسكري أو من فدائي إلى مراسل حربي. المراسل الحربي ده لازم يكون موجود في مسرح العمليات. مسرح العمليات ده يمكن الناس ما عندهاش فكرة كويسة عنه. مسرح العمليات ده مسرح قوات متقاتلة، القوات المصرية والقوات الإسرائيلية. أي منطقة بيتحرك فيها أي إنسان هي محاطة بالأخطار طبعا، لأن المقاتل هنا أو المقاتل هنا ما بيضربش بشكل مباشر، يعني هو مش شايف خصمه أو عدوه وبيضرب عليه، ده بيضرب من مسافة 2 في ضرب عشوائي، وكمان أنت بتعتبر هدف. لا، هو ضرب موجه على مواقع قواتنا، وإحنا بنضرب ضرب موجه على مواقع قواتنا، والضرب هنا بالأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة والقوات الجوية بالإضافة إلى القوات البحرية، فالنيران بتبقى متقاطعة وكثيفة ومن كل اتجاه. ومن الصعب جدا واحد يقول أنا هحمي نفسي من الخطر. هو هنا لازم يختار يشيل المسؤولية وينقل الكلمة للرأي العام ولا يتجنب الخطر. انا اخترت اواجه الخطر واشيل مسؤوليتي كمراسل حربي واخاطب الراي العام واقول لهم الحقيقه اللي انا بشوفها. فطوال معركه اكتوبر كنت بتنقل من قطاع فرقه لقطاع فرقه تاني لقطاع الفرقه وهكذا. وبعدين بعد المعركه بدات اوثق المعركه في مجموعه كتب، وأصدرت حوالي 40 كتاب معظمها عن العمل العسكري والقوات المسلحة المصرية. طيب أستاذ عبده، إيه أبرز مشاهد الحرب اللي حضرتك رصدتها في كتبك؟ هو حضرتك أنا على مسرح، يعني سينا دي مساحتها حوالي 60,000 أو 61,300 كيلومتر مربع، والمواجهة على قناة السويس خط القناة نفسه حوالي 200 كيلو. فال 200 كيلو دول كلهم أبطال. لما عدوا واحتلوا خط بارليف واستولوا عليه وبدأوا يعملوا رؤوس كباري، مفيش واحد مش بطل طبعا، من أصغر جندي لأكبر قائد. كان يا سيد الفاضل عمرك ما شفت في ميدان قتال مقاتلين بيحطوا الألغام على صدرهم ويسيبوا الدبابة تعدي عليهم. يعني هو لما حط الدبابة على صدره ونام تحت الدبابة هو عارف انه هيستشهد. صحيح. انما هو اختار هذا العمل العقيدة القتالية من اجل الروح، من اجل الله والوطن. فالمشهد كله من الجنوب الى الشمال. ملازم اول، فيه نقطة من النقط الحصينة
في مدفع رشاش ميكانيكي عمال يضرب على القوات بيمنعها من انها تطلع الساتر الترابي. عمل ايه الملازم اول جمال؟ راح طالع وسد المزغل اللي فيه فتحة الرشاش بصدره وسقط شهيدا، انما القوات تقدمت واحتلت النقوة الحصينة. فالمشهد من اي نقطة بتشوف بطولات، من اي نقطة ومن اي موقع بتشوف بطولات، بعضها تسجل وبعضها لم يتم تسجيله، لان احنا بنتكلم على مساحة ضخمة جدا واعداد ضخمة جدا. احنا كان لنا مئات الالوف بيحاربوا الناحية الثانية، وعشرات الالاف من القطع من الاسلحة بتضرب الناحية الثانية، وهو برضه عنده نفس الكمية وبيضرب. فاللي بيواجههم النيران دي بصدورهم ويتقدموا ويستولوا على خط برليف ويعملوا رؤوس كباري ويدمروا للعدو دباباته وطياراته، ده صراع ارادات وصراع بالنيران بكل تاكيد. استاذ عبده اخيرا وسريعا اذا سمحت لي، احساس حضرتك بتكريم سياده الرئيس امبارح؟ نعم فندم. احساس حضرتك بالتكريم من سياده الرئيس امبارح؟ هو في يعني الاهم في التكريم ان مصر بتقول للي بيشتغلوا شكرا. صحيح. فمصر كانت بتقول للابطال وللناس اللي اشتغلت شكرا. فهي كلمه شكر من الدوله لمن اجتهد واخلص وعمل. شكرا للاستاذ عبده مباشر الكاتب والمؤرخ العسكري وكبير المحررين العسكريين، شكرا جزيلا.